نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية للكشف عن مسببات فقد وضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية، ذلك بحي الأسمرات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة، والتي أطلقها الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي. القافلة استهدفت على مدار يومين أكثر من 1200 طالب وطالبة، كما تم توفير النظارات الطبية للحالات المصابة بإحدى مسببات ضعف البصر بالمجان. يوم دراسي عادي هنا في إحدى المدارس الابتدائية في حي الأسمرات. مريم في عامها الدراسي الأول خضعت للكشف الطبي على النظر للمرة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية نور حياة التي يمولها صندوق تحيا مصر. أول مرحلة بتتم فيها المسح، وهي من خلال العلامات اللي احنا شايفينها هنا. بيجي الطفل بنقيس مقاس العلامة اليمين والعلامة العين اليمين والعين اليسار، وطبعا بنتأكد لأن الأولاد بيبقوا فيها ملخبطين شوية. بعد كده بناخد المقاس بتاعها وبينزل بعد كده المرحلة التانية تحت علشان نتأكد من خلال الكشف بالأجهزة اللي بالكمبيوتر مع الدكاترة وأخصائيين طبعا واستشاريين تحت على أعلى مستوى. مبادرة نور حياة، المبادرة الرئاسية اللي تم إطلاقها في يناير 2019، بتستهدف بشكل أساسي مكافحة مسببات ضعف الإبصار، وهي بيتم تنفيذها على شقين، شق خاص بقوافل الكبار وشق خاص بتلاميذ المدارس. احنا النهارده بننفذ الشق الخاص بتلاميذ المدارس داخل احد مدارس الاسمرات اللي هي تم تمويلها بشكل اساسي من صندوق تحيا مصر. واحنا دور الصندوق مش بس تطوير السكن، كان لازم يبقى لنا دور في دعم الخدمه الصحيه والخدمات الاجتماعيه داخل الاسمرات. انشطه صندوق تحيا مصر لا تقتصر فقط على الحملات الطبيه كنور حياه، وانما تمتد الى التاثير في حياه الناس. هنا في الاسمرات مثال حي. هذه السيدة وأسرتها واحدة من آلاف الأسر التي انتقلت حديثا إلى الأسمرات وتسلمت وحدة سكنية كاملة تجهيز. التغيير هنا لم يعتمد على تغيير المكان وإنما بالإنسان. احنا كنا مناطق عشوائية وعملوا إزالة وطورونا وجابونا هنا في الأسمرات، منطقة كويسة وفيها ملاعب للأطفال الأولاد ومدارس ووحدات صحية ومستشفيات، وبقينا أحسن. كنا شبه منعدمين، دلوقتي احسن الحمد لله. شقه وفرش جميل وحاجه كتيره والحمد لله، يعني احسن من الاول. الدوله وضعت مخطط كامل لحل مشكله العشوائيات. صندوق تحيا مصر قام بدوره بمشاركه محافظه القاهره وصندوق تطوير العشوائيات في بناء مدينه الاسمرات بمشاركه من الصندوق مليار جنيه. بعد تاسيس المدينه كان لازم ان احنا نفكر ازاي نوفر حياه كريمه بكل ما فيها للسكان المزمع انتقالهم لمدينه تحيا مصر بالأسمرات. لا، هنا أنضب بكتير طبعا، في فرق كتير. احنا كنا جايين من منطقة اسمها مصر قديمة، اسطبل عنتر. فرق السماء من الأرض طبعا، هنا في نظافة، في مكان، نوادي، جوامع، كنائس، كل حاجة موجودة. التنمية بكافة أشكالها محور من محاور عدة تبنتها الدولة المصرية وجعلتها أولوية قصوى في خضم سباق مع الزمن لبناء الوطن وتهيئة الإنسان للمستقبل. إسلام غنيم، 10 TV.